السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة باسم مرحلة الخطر. مرحلة الخطر دي بيبقى فيها بقى كذا حاجة كده مع بعض، هنشرحهم ان شاء الله بالتفصيل، وهنعرف ايه اللي المفروض نعمله في المرحلة دي. زي ما انتوا شايفين بدأ يبقى فيه غزل بين الذكر والانثى، يعني هما كده بدأوا يكونوا عش جديد. طبعا في المرحلة دي الزغاليل كمان كبرت وبدأت تلعب، فالزغاليل بتبدأ تتراخي مع الأهالي وتطلب الأكل منهم أكتر. تمام، كل دوت بيوصلنا لمرحلة اللي هي فيها افتراس، فيها تمليح، فيها ضرب للزغاليل. بيبقى كل المشاكل دي في المرحلة دي، فلازم ان احنا نبدأ نتصرف صح مع الطيور. لاحظت ان الانثى بدأت تضرب الزغاليل او رافضة تأكل الزغاليل، وده لانها خلاص هي بتطلب الغزل من الذكر وعايزة تبدأ تكون عش جديد. كمان الزغاليل بدأت تكبر وتلعب في القفص، وممكن يحصل غيرة من الذكر. تمام، لو في ذكر صغير بيطلب الاكل من الانثى، وبرده يحصل غيرة من الانثى لو في انثى صغيرة بتطلب الاكل من الذكر، فبالتالي يبدأ ان هم يضربوهم بسبب الغيرة. كل دوت هيوصلنا ان احنا لازم نحمي الفروخ الصغيرة من ان يحصل لها ضرب. زي ما انتم شايفين الذكر عايز يغزل الانثى وعايز يبدأ يكون عش جديد. ازاي بقى احنا نتصرف في الموقف ده؟ انا مقدم لهم النهاردة منقوع، تمام، عليه فيتامينات. تمام، مقدم المنقوع عليه كذا نقطة، 3 4 نقط فيتامين، اي فيتامين عندك، فيتا ماونت، بيبي فيت، البا فيت، تمام، مفيش مشكلة. او الزوج بدأ ينزل ياكل على طول ما شاء الله. لازم في الفترة ديت نهتم بالتغذية جدا، لان الفروخ خلاص كبرت، الفروخ نفسها بدأت تخرج وتلعب، بس هما خايفين من الكاميرا. يعني الفروخ ديت بدأت تخرج القفص وتلعب في القفص، وكمان تستكشف الاكل، وفي الفروخ الكبيرة بدأت تأكل الفروخ الصغيرة. هنا بقى المرحلة دي لازم ان انا ابدأ افصل الانثى عن الذكر عشان ما يبدأوش يكونوا عش جديد ويضيعولي انتاج العش اللي موجود دلوقتي بسبب الضرب او بسبب الاهمال في التأكيل، والزغاليل تبدأ تضعف مني. فلازم ان انا افصل الانثى عن الذكر واسيب الذكر يكمل تأكيل للفروخ حتى الفطام. هو خلاص الفروخ ما عادش عليها حاجات، اللي حاجات بسيطة وتتفطم، والفروخ معظمها كبر لعدا اخر فرخين تقريبا، وهنبدأ نفطم فرخ فرخ لما نتأكد ان هو بيأكل ووصل لسن الفطام. طبعا المنقوع اللي انا مقدمه مكون من خلطة من الحبوب، فيها حلبة، فيها ارطب، فيها غلة او قمح، فيها شعير، كل دوت موجود في المنقوع، فيها عدس بجبة. لازم نقدم المنقوع متنوع بحيث ان هم يقدم لهم التغذية اللي هم محتاجينها، وابدأ احط بقى فيتامينات عشان اطمن ان الفروخ تبقى صحتها كويسة ومش ناقصها اي حاجة. كمان ببدأ اعوض الاهالي عن اللي فقدوه اثناء التأكيل للفروخ. الفترة دي بقى لازم ان انا ابدأ افصل الانثى لاسباب كتير. اول سبب، انا مش عايزها تبدأ تكون عش في وجود فروخ، لا انا عايزها تستنى لحد ما الفروخ تتفطر. تاني حاجة كمان، الانثى كده انا هحفزها على عش جديد، لان الانثى هتبقى مستنية الذكر وعايزة تدخل للذكر عشان تبدأ تكون عش جديد، فده بيعمل نوع من التحفيز الفسيولوجي عند الانثى وعند الذكر، لانهم هيقعدوا مثلا فترة اسبوع او 10 ايام ما شافوش بعض، فده بيحفز الزوج على سرعة التزاوج وعمل عش جديد مباشرة لما بدخل الانثى مرة تانية للذكر. كمان انا اطمن بقى على الفروخ ديت، ما شاء الله زي ما انتم شايفين هم عايزين يطلبوا الاكل من الاهالي، اطمن ان هم هيتفطموا على خير، مش هيحصل اي مشاكل عندي، سواء افتراس سواء ضرب، كل المشاكل ديت نبدأ نتجنبها بإذن الله. الفترة دي انا ما ببدأش افصل الانثى الا لما اطمن ان خلاص الزغاليل قادرة ان هي تطلب الاكل من الذكر، وقادرة ان هي تعمل الصوت اللي انتم شايفينه دوت، اللي هو صوت طلب الاكل من الاهالي، وان خلاص الزغاليل كبيرة كفاية ان هي تبدأ تستكشف الاكل وتبدأ تطلب الاكل من الذكر عشان اطمن ان هم هياكلوا
ومفيش فرخة هيفضل جعان، وبرضو لازم اتابعهم كويس جدا واتابع ان الفروخ كلها واكلة في الفترة دي بعد لما افصل الانثى في اول يوم او يومين من فصل الانثى. لازم اطمن ان الذكر بيأكل كل الفروخ وان الدنيا ماشية طبيعية والدنيا تمام. كده انا اضمن لحضرتك ان العش الجاي التزاوج هيحصل بسرعة جدا بين الذكر والانثى بسبب ان احنا حفزناهم فسيولوجيا. كمان انا ببدأ اعوض الانثى عن كل العناصر اللي هي فقدتها اثناء التأكيل من خلال ان انا بقدم لها تغذية مكثفة، وكمان ببدأ اقدم لها جرعة فيتامينات وجرعة املاح وجرعة كالسيوم، بحيث ان انا اعوض الانثى عن كل شيء ويبقى جسمها مش ناقصه اي عنصر من العناصر الغذائية وتبقى جاهزة تماما للتزاوج باذن الله. هي دي الطريقة الامثل اللي انا بشتغل بيها عشان افطم الفروخ على خير وعشان الزوج يفضل شغال معايا طول موسم الانتاج. كده انا بريح الانثى، وبرضو لما بفطم الفروخ انا بريح الذكر يوم او يومين قبل ما ادخله الانثى مرة تانية، والزوج بيرتاح كل عش، فالزوج مفيش عليه ضغط او الزوج ما بيضعفش مني. كمان الفروخ بتطلع كويسة وصحتها كويسة بسبب ان هم الاهالي بتبقى فاضية لتأكيل الفروخ، مش مشغولة في عش جديد. كل دوت بحركة بسيطة جدا ان احنا بنفصل الانثى لمدة 10 ايام اسبوعين لحد ما افطم الفروخ على خير، ما يحصلش بقى كل المشاكل اللي احنا بنسمع عنها من ضرب الفروخ والاقي الفرخ ميت بسبب ان هو مضروب في دماغه، او الاقي ان الاهالي ما بيتأكلش والفروخ واقفة في ارضية القفص والاهالي مشغولة بتكوين عش جديد. كل المشاكل دي هنحلها ان شاء الله بحركة بسيطة. زي ما انتم شايفين الفروخ الكبيرة هي ما شاء الله بتطلب الاكل من الاهالي، الذكر هيبدأ دلوقتي يأكلهم والانثى هتبدأ تأكلهم. انا هبدأ ان انا افصل بقى الانثى انقلها في عين تانية واسيب الذكر يكمل مع الفروخ لحد الفطام باذن الله. ان شاء الله زي ما انتم شايفين في فروخ اهي كبرت، كانت واقفة بتاكل دلوقتي في المستنبت، يعني معنى ذلك ان في فروخ ما شاء الله جاهزة للفطام، بس هنصبر عليها شوية. الفروخ الكبيرة دي كمان بتأكل الفروخ الصغيرة. طالما الفروخ بدأت تاكل كده الفروخ الكبيرة وبدأت تستكشف الأكل كده، الحمد لله أنا قربت على مرحلة الفطام. الأنثى بتأكل الفروخ والذكر بيأكل الفروخ. هبدأ بقى دلوقتي في مرحلة إن أنا أفصل الأنثى وأنقلها في مكان تاني لوحدها وأسيب الذكر هو اللي يكمل تأكيل مع الفروخ. كمان الفروخ الكبيرة هتساعده ان هو يأكل الفروخ الصغيرة، يعني الفروخ الكبيرة كمان بتساعد في مهمة تأكيل الفروخ الصغيرة اللي هي جوه بتطلب الاكل من الذكر دي. كده ما شاء الله انا مسكت الانثى اهي تمام. هبدأ بقى ان نفصل الانثى ديت في عين لوحدها، مش هتفرق اذا كانت العين مقابلة للذكر او العين بعيدة تمام. طبعا انا بفضل ان هي تبقى العين بعيدة في الاول عشان يبقى الذكر مركز اكتر مع الزغليل وتأكيل الفروخ تمام. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الانثى حجمها كويس جدا، الانثى ما خستش من التأكيل بسبب ان احنا بنهتم بالتغذية. الانثى ما شاء الله كانت مطرية يعني بتجهز لوضع بيض، فاحنا لازم نفصلها لان انا لاحظت التوالف بينها وبين الذكر وعمليات الغزل. هنبدأ نفصل الانثى دلوقتي ونسيب الذكر يكمل مهمة التأكيل، وقبل ما ندخل الانثى على الذكر بيوم او اتنين ممكن نبقى نحط الانثى ساعتها في عين الذكر يبقى شايفها بحيث ان يبقى التحفيز اكتر. بس الكلام ده بعد ما نفصل الفروخ، بعد ما نفطم الفروخ ونسيب الذكر يومين ثلاثة نبدأ نحفزه بكورس فيتامينات ونحفزه بان الانثى تبقى قدامه وهو شايفها. ساعتها ممكن بقى ايه نسيب الانثى مباشرة قدام الذكر في عين قدام الذكر لحد ما ندخلها له، وتبقى الانثى ان شاء الله جاهزة كمان للتزاوج. طيب كده انا فصلت الانثى تمام اهي في عين لوحدها تمام، وطبعا اخترت عين كبيرة. وهقول لكم ليه انا اخترت ان انا افصل الانثى، حطيت لها برضو منقوعة اهو بالفيتامينات، حطيت لها عليه البافيت وفي هناك حبوب اهو. لازم نروق على الانثى بقى لانها مجهدة معانا بقالها اكتر من شهر ونص في العش بسبب الرؤاد وبسبب وضع البيض والتحضين وتأكيل الفروخ بيبقى عليها مجهود كبير، فلازم ان انا اريحها. كمان انا حطيتها في عين واسعة زي ما انتم شايفين بحيث ان هي تبدا تحرك الاجنحه بتاعتها وتبدا تطير وتستعيد نشاطها تاني. طبعا كل ما العصفور كان في عين اكبر ده بيساعده ان هو يقوي عضلات جناحه
وطبعا الطيران بيساعده على انه يرفع مناعته، فكل ده كويس جدا للانثى، بحيث ان هي ان شاء الله لما تيجي داخله الدوره الجديده او العش الجديد تبقى جاهزه تماما للانتاج. وزي ما انتم شايفين حاطط لها بلكم فلارس، وحاطط لها منقوع متنوع اهوت وعليه البافيت، وحاطط لها كمان الميه فيها فيتاسيد لان غيرت مكانها في المزرعه. فبرضه بناخد كل احتياطاتنا، وان شاء الله الانثى تبدا معانا عش جديد على خير باذن الله. طبعا اللي على وشها دوت ده بنجر من التاكيل، تمام. انا كنت بقدم لهم وجبه الانتاج اللي هي البنجر وعليها البروكلي والكلام ده، فكل اللي على وشها دوت من التاكيل. والفروخ الصغيره مستنيه الاكل من الذكر او من الفروخ الكبيره وبتطلب التاكيل، والدنيا ماشيه مستقره ما شاء الله. ربنا يبارك في طيورنا جميعا، وشكرا ليكم. اي استفسار منتظر كل تعليقاتكم على القناه. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هامي عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.